النبي الكريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معاكم الأستاذ محمد بن تيار، أستاذ مادة الرياضيات في ثانوية امتياز رقم 1. هذا الفيديو من ضمن مشاركاتي في مشروع نشر المعرفة، مشروع مؤسس من طرف الأستاذ محمد يحيى بن عبد الجليل، أستاذ أيضا في ثانوية امتياز رقم 1 مناقشة العربية، أستاذ سواد القاضي السوابع رياضيات شعبة رياضيات مادة الرياضيات. مشارك اليوم دور حول شابيتر دونوم روما. هذا الشابيتر شابيتر من البروغرام دو سيتيام، البروغرام دو سيتيام دي سيتيام سي و سيزيام دي و سيزيام سي. لا با اون ديفيرونس بين البروغرام دو سيزيام و البروغرام دو سيتيام في اللي قالوا دونوم روما. دونك نتلاو نتكلموا عن دونوم روما، نتكلموا عن ثلاث نوعيات من دونوم روما اللي يتم دونومبرو، معناها نعدوا. اول شيء متواتر ديتيراج، بريمير تيب نقال ليتيراج سيكسيسيف افيك ريميز، ولا نشرح قاعده من ان على بوسانس بي، معناها ان شنهي وبي شنهي، وعلاش عاد النومبر دو تيراج يساوي ان على بوسانس بي. دوزيام تيب دو تيراج هو ليتيراج سيكسيسيف سان ريميز، نقال لهم النومبر دارانجمان. ان تيراج سيكسيسيف سان ريميز هو ان ارانجمان، معناها النومبر دو تيراج سيكسيسيف يعطى بهاي لا ريلاسيون ان فوا ان موينز ان جوسكا ان ايغال ان فاكتوريال سير ان موين بي فاكتوريال. ان فاكتوريال هي ان ملتيبلي بار ان موينز ان الين ان. دونك لو توازيام تيب دو تيراج هما لي تيراج سيميلتاني، هذا بسم حال اللي نفرقوا بيناتهم عن طريق هذا زيكزامبل. لو توازيام اللي نشرح لكم حالا، نشرح لكم فيهم شنو معنى تيب دو تيراج سكسيسيف افيك ريميز، وشنو معنى تفهم تيراج سكسيسيف سان ريميز، وكلهم قاعدتهم منين جايه، وشنو معنى تيراج سيمتاني. منين عدلين تواز اكزامبل ديك الساعه على انجلس كتاب سيتيام سي دي معدلين بي ان، وفي كاتر اكزرسيس ولا سينك اكزرسيس على هذا الشابيتر ونعدلوهم باذن الله. اول شيء نبدا معاه شنو معنى ان تيراج سكسيسيف افيك ريميز. لان قبل مجموعه من الارقام هي الارقام كامله نيميرو زيرو، نعرفوا عن اي نومبر ريال انه لابد يعود كومبوزي من دي شيف. شنو هما؟ هما اما زيرو، اي نومبر فيه زيرو، والله ان، والله دو، تروا، كات، سانك، سيس، ست، ويت، الى نف. بريمير اكزامبل، لا نقولكم اني ندور كلكم يقبل تليفون ويدير لي فيها ان كود دكاتر شيفر، معناها رجاج يوخر تلفونه ويشوازي هو كود بغاه. كود بغاه لا يعود فيه كاتر شيفر، اما زيرو والله ان الين نف. يقد حد يختار لي زيرو يقول على كود لا يديرو زيرو ان زيرو زيرو، ويقد حد يختار له كود بار اكزامبل ان زيرو زيرو زيرو. لا تلاحظوا عن ذاك الاول اللي اختار عن كود 0 1 0 0، يعني لا جا حد ودار في بالو ذا الكود 1 0 0 0 عن تلفون ما يلا تفتح. ذاك شو معناه؟ معناه عن المكان اللي وضعنا فيه ان مهم عندي. دونك هذا هو اللي ينقال له سكسيسيف. سكسيسيف معناها بالمني جا شاك اليمان مهم عندي، معناها لوردر امبورتان. شنو هو معنى؟ هذا هو معنى سكسيسيف. شنو معنى افيك ريميز؟ معناه ان لو كود يقد يعود فيه زيرو مرتين، يقد يعود فيه اه مرتين، يقد يعود فيه دو تروا فوا ولا كاتر فوا، معناه التكرار مسموح به. هذا هو اللي قالوا افيك ريميز. سكسيسيف معناها عن بل منين جات لا بوزيسيون دان لما تغير ياسر. فار اكزامبل نقول لكم كومبيان دو كود بوسيبل دو كاتر شيفر، معناها كم من كود تقد ديروا لي. لا هي تقولوا لي لو نومبر دي زيليمون دي اه المنطلقين منه هو اللي ينقال له ان ايكال 10 بيليش بيه فيه 0 و 1 و 2. كم من اليمون عندي؟ كم رقم هنا عندي؟ عندي 10 ارقام، حد يبغى 0 لين نف لا يجبر دي زيليمون. هذه هي برمي هذا اللي دي زيليمون. انا ندور كم من اليمون؟ ندور ان كود في كم؟ في 4 شيفر، معناها عن بي ايكال 4. كم من كود صح؟ لين ابليكي هذه الاريجل نقول ان على بوسانس بي 10 بوسانس 4، معناها عندكم 10000
كود تقدر تعدلوها من اربع ارقام من ضمن هذه الارقام اللي عندك. هذه صح شرط الاف والله. هذه الاريجل اللي هي ان على بوسانس بي من ضرف علاش جاي. شرط بسيط جدا. انا اياكم نقول لكم كود لا يقبل حد منكم يشوازي رقم الاول يبدا به لو كود. يقدر حد يشوازي 0 يقدر يشوازي 1 يقدر 2 يقدر 3 معناها عندي كم من بوسيبيتي اني نلحق نف. معناها لا ياكل اختار الرقم الاول من لو كود عندي دي شوا اللي نقول ديس من كل واحد من هذا. ذاك الرقاش اللي اختار عن كود وبادئ بزيرو يقدر يتدبر الرقم الثاني زيرو عود كودو زيرو زيرو مازال بدا يشيفه ما عادش عندنا اخبارنا. ويقد زيرو يتلبلها ان ويقد يتلبلها دو ويقد يتلبلها توا وكات وسينك وسيس اثنين اف. معناها عن زيرو ياك يشيلو نادم اللي اختار انه زيرو مازال عنده دي شوا. نادم اللي اختار انه اه يقد يتلبلها زيرو يقد يتلبلها ان هناش نف. ده نفس الشيء يقد يتلبلها زيرو ان هناش نف اللي هو ديس. وتوا يقد يتلبلها ديس وكات يقد يتلبلها من زيرو لين نف اللي هو ديس. ونف يقد يتلبلها من زيرو لين نف اللي هو ديس. معناها ياك نحصلوا لا على الرقمين الاولين اللي نقولوا ديس وشوا ديس. افترضنا عن ذاك الرقاش اللي اختارنا عن كودو فور اكزامبل اه نف دائما الاول اه نف مازال خاصه الرقم الثالث شو يقدر يدير؟ يقدر يدير زيرو يقدر يدير اه ودو لين نف عنده ديس. لكن اللي اختار دو وزيرو شو يقدر يدير؟ يقدر يدير زيرو اه دو لين نف. لكن اللي اختار تروا وتلبلها ست شو يقدر يدير ولا ست؟ يقدر يدير زيرو 1 2 جوسكا 9. معناها اختيار الرقم الثالث عنده من 10 احتمالات من ذيك 100 فات حصلت عندي. بقى لي الرقم الرابع. انا قبيل اخترت راني 0 و 2 وتلبت له طوال. معناها كنت عادي انت 0 و 2 طوال مازال رقم هون. لكن الرقم كم يقعد يعود؟ يقعد 0 1 2 9. معناها شوا 10 من كل واحد من الاحتمالات الالف اللي فات من الارقام الالف اللي فات حصلت عندي. يجي 10 فوا 10 فوا 10 فوا 10 اللي هي 10 على بوسانس 4. معناها اشاك فوا لين يعطيني رقاش انسامبل فيها ان اليمان يقول لي اني موخر منها بي اليمان اللي هي نقول ان على بوسانس بي. بي اللي هي هاي الانسامبل اللي فيها ان اليمان ان فيها ان اليمان ا بي مهم عندي ان 2 مو عندي فيهاش كاردينال ان. معناها عندي هون ان عنصر ان اليمان وانا ندور واخر من البي. اختياري للبريمير اليمان عنده ان بوسيبيليتي. اختياري لان المنظم عندي ان بوسيبيليتي. اختياري لذاك الورقه اللي تماش ليناش اللي نقبل بي اليمان اللي ندور اللي يجيني ان على بوسانس بي. دونك هذا هو اللي قالوا تيراج سكسيسيف معناها ترتيب مهم عندي افيك ريميز معناها عن التكرار مسموح لي به. انوتر اكزامبل لا يتكلموا عن ارقام تليفون اللي مسموح والله قاعد نسوي شيء ابعد من ذاك. لا يتكلموا عن ارقام كارتات كريدي اللي ندورو. حد منكم قبل ان كارت كريدي وقالتها لا يجبر بها 15 شيفر. دوك لي 15 شيفر لا اما 0 اما 1 اما 2 اما وكل رقم منهم مكون لا اما 0 اما 1 مكونين هاي الانصام. معناها عن ان هون ايكال 10 وبي عنده 15 شيفر. انا عندي كارت من راح حد من اللي يقزر عن هذه كارت ياك ايش بقى كارت صالحة؟ كم من كارت كم من رقم كارت قد يطلع له؟ اللي نقولوا عن رقم كارت الاول رقم كارت 100 2 3 4 لين رقم نيميرو 15 والله 14 كارتات فيهم 14 كارتات فيهم 15. لين لاحظوا ان ياك يختار رقم الاول اللي يطرح قدام راسه 10 احتمالات من ذاك الرقم الاول زيرو والله ان والله ايناش لين تلوك ديس جات يقوم اختار رقم الاول. الرقم الثاني اللي اختار زيرو راه عنده ديس مازال. اللي اختار ان راه عنده ديس. اللي اختار ده عنده ديس. لين كلاش مين اللي اختار نف عنده اش ديس. لين نقول ديس فوا ديس ما فات حصلوا عندي مو رقمين وجبرت 100 كارت فيها جاونا لا رقمين عندي 100 احتمال. لين نقيس الرقم الثالث ولولا كانت يا صام فوا ديس لي صام فوا ديس لي صام فوا ديس لي 80 ديس فوا لين نقول اش نقول عندي نتيجه اللي بعد الصالة الأخرى اللي عندي فوا باردون فوا ديس. لين تماشي منين ديس ديس كم المرة لين عندي كل مرة كل مرة عندي ديس وأنا عندي 15 شيفر اللي هي ديس على بوسانس 15. أنا حد منكم لا يقزم على رقم كارت لا يوخر عنده هذا من دي بوسيبيتي اللي قد يجبر بهم أن نيميرو كومبوزي دي 15 شيفر
10 puissance 15 ملياردات مليار 10 puissance 9 فوا 10 puissance 6 اللي هي مليون مليار. دونك ما نقدروا نحاولوا على نسيي حد منا معناها مضيع الوقت حد نسيي انو لا هي جبار لي بركات كاش نحط خيالي برك لا نقول ان نوتر اكزامبل هو نو دونك سي بون دينا فاعنا كاتيان هاو لي سيتياسيون اللي هو سيكسيسيف افيك ريميز سيكسيسيف معناها الاوردر مهم عندي وافيك ريميز معناها الرقم يقد يتكرر عندي لا ينقص ديزيام تيب دي تيراج هما اللي قال لي تيراج سيكسيسيف هما اللي معناها الاوردر مهم عندي معناها حد قال لي ان دو ممكن حد قال لي 21 ذي المرة صار ريميز معناها التكرار ما يخرج نرجعوا نفس الاكزامبل كان عندي كويلاتية نفس الاكزامبل عندي كويلاتية لاهي نقبل عندي ان انسامبل فيه 2 3 فيه 0 1 2 اللي ناش نف هاي الانسامبل كاردينال معناها مجموعة كم فيها من عنصر فيها 10 زي المرة معناها عن اللي نتكلم عنها 10 لاهي نقولكم عني هون ندوركم تعدلوا لي ان كود دو تيليفون يقال طايف لكم كونديسيون شنو هي عندي كود دو تيليفون مبرمجين عنهم ما يعود فيهم رقمين الشام معناها حد دار زيرو اختار رقم زيرو ما تلقى دير زيرو هون ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع حد اختار رقم فيه الان ما تلقى دير الان مره اخرى حد بدا بدا ما تلقى دير ده مره اخرى حد بدا بتروا ما تلقى دير تروا مره اخرى الين لف لا تلاحظوا اني نقول لكم كود دو تيليفون معناها الاوردر مهم بين اللي حد اختار لي لو كود مي حد اختار لي زيرو زيرو والله كاع مو مي التكرار هو ما مسموح به مي ما تصح قال حد اختار 100 1234 مو حد اختار 2134 حد اختار هذا الكود الكود مو مسياني معناها الاوردر مهم عندي مين عاد الاوردر مهم عندي معناها نتكلم عن السكسيسيف من رايك انه هذا افيك ريميز ولا صار ريميز برك لا نقول عنه صار ريميز اللي هو قال على كود ما يعود فيه دي شيفري بس سيان لهي نقولوا انا ندور كود دكاتر شيفر ياك نختار بريمير شيفر عندي 10 بوسيبيليتي يا غير ياك نختار ديزيام شيفر عندي لا لا اللي هو اللي قاعد تختار زيرو معناتها قلت البلا زيرو قلت البلا لا 2 3 4 2 ممكن اللي اختار معناتها قلت البلا قلت البلا لا زيرو رصب جو نف اللي اختار به نفس الشيء من اخترنا رقمين درنا زيرو انا ما تبي نقدر ندير زيرو لا نقدر ندير ان نقدر ندير دو هنا في الكويت حد اختار ان وتلبله كات ان وكات ما تلعب قد شو شو بقى من المجموع بقى ويت لا يقول فاوت بعد جاو دو ترقام كيف حد اختار نف ودار ان ودار دو معناها نف وان ودير ما تقدر ديرها كات لان تدير هون زيرو والله كات والله طواه معناها بقى واش بقى ويت ست هذا هو اللي قال واش ا ام بي اربطه مع 10 فوا نف فوا ويت فوا ست بوركوا نكتبوها ا ام بي به اللي ا ام بي بار ديفينيسيون نقال ان فاكتوريال سير ان موي بي فاكتوريال معناها حط طبقه هون بي عندنا كم قلنا عليه ان هون ينطبقوا يعني هذه الريجل خاصو كان نفس الرقم اللي كنا نتكلموا عنه بالماضي ان ايكال 10 و بي ايكال 4 لين نقول نوع الحالات سكسيسيف صار ريميز لين نقول ا ام بي اللي هي اجيس هذه كات شنو هي 10 فاكتوريال سير 10 موي 4 فاكتوريال اللي هي 6 فاكتوريال 10 فاكتوريال تنقالها شباب ديفينيسيون هي 10 فوا 9 فوا 8 فوا 7 فوا 6 فوا 5 فوا 4 ميل فوا 1 ديفيزي 6 فاكتوريال شنو هي 6 فوا 5 فوا 4 فوا 3 فوا 2 فوا 1 هذا كامل لا يمشي عني 6 فوا 4 فوا 5 فوا 3 فوا 2 فوا 1 لا يتمشى عني دونك شنو هي بقى لي 10 فوا 9 فوا 8 فوا 7 هذا هو اللي قال تيراج سكسيسيف افيك ريميز معناها الوايه كامله الاوردر مهم عندي فيها نعرف عندي لا واحد من الحالات سكسيسيف افيك ريميز اللي عاد تكرار الصح وسكسيسيف صان ريميز اللي عاد تكرار ما الصح هذا الصح اللي قالوا سكسيسيف افيك صان ريميز عنده حاله خاصه نعود تقريبا المجموعة هون مال فيها دي زيلمان إن هون إيقال إيش دي زيلمان أنا قلت لكم عن دور كود من كاتر إليمان إلا قلت لكم عن دور كات من دي زيلمان من ديس معنا عن بي إيقال ديس ديك الساعة اللي نتكلم عن آ إن بي هي عاد عن آ إن بي عاد عن يوم هي آ ديس ديس هذا ينقال فيني بيرميتاسيون بيجي لي أنا في الحقيقة لابد ندير أرقام كامل والتكرار ما يصح معناه ندير أرقام كامل
ني بيرميتي نجبا ارانجمون اخر ني بيرميتي نجبا ارانجمون اخر هذا هو اللي قالوا 10 ا 10 10 هو اش هو 10 فاكتوريال سير 10 ماين 10 فاكتوريال 0 فاكتوريال 0 فاكتوريال تساوي 1 معني نجبا 10 فاكتوريال علاش انا ياك نختار هو قال لي ان دور 10 زيلمان من هذا لا يمكن تكرار ياك نختار الرقم الاول عندي 10 احتمالات ياك نختار الثاني ياك نقول الباطل هبدا نقصو مع هذا نديرو مره اخرى هو صار رميز نعم نقول فوا 9 فوا 8 فوا 6 لين نلحق فوا 1 هذا هو 10 فاكتوري سيدي دونك روايه كامله مهم فيها الترتيب هذا الداله ارقام ايوا الروايه ماهي ارقام بحال قال لكم عنو عندو اون كلاس في 20000 اللي كفاه لا يعدلها ان اكزامان ولا يوخر الاول نيميرو 1 يبغي يعرف منه نيميرو 2 يبغي يعرف منه ونيميرو 3 يبغي يعرف منه الى جا محمد كلاس كان فيه محمد وفيه سيد وفيها عبد جا محمد نيميرو 1 وجا سيد نيميرو 2 وجا عبد نيميرو 3 هذا ما هو كيف الى جا عبد نيميرو 1 وجا محمد نيميرو 2 وجا سيد نيميرو 3 هذا امتحان اخر معناها كل حاله بحال هكا تخدم هذا ينقال عن الورد المهم فيه ديك الساعة اللي تقدر تكرار بس محمد نيجا رقم واحد ما تلاقي نيجا رقم اثنين معناه ذي النوع من قال ذي النوع بموش نجلو نقول عنه هو تراش سيكسسيف سان ريميس بارك لين نتكلم عن الحالة الثالثة هي تراش سيمثاني سيمثاني ما هو سيكسسيف معناه عن الورد ما هو مهم عندي الورد ما هو مهم عندي والتكرار ما يصح كيف عندي مجموعة عندي إن كلاس فيها فانتالي فانتالي نقول لكم توخذوا لي منهم 3 زيليف اش لا يعدلوا يبارتيسيبو في ان كونكور دوك لي 3 زيليف ما عندك تقول لي الاول ولا الثاني والثالث حد قبل محمد كنا نقول واحد واخذ لنا محمد واخذ لنا عبد واخذ لنا سيدي لا كيف حد قبل سيدي واخذ لنا عبد واخذ لنا محمد قالنا هاو الثلاثه يمشوا نفس القسم معناها عن ترتيب ما تلومهم عنده التكرار ما يصح هذا هو اللي قال تيراج سيميلتاني سيميلتاني نقول سيميلتاني معناها عن الاوردر ما هو مهم عندي ولا ريبيتيسيون اي تي امبوسيبل ذاك لو نومبر شنو هو سي ان بي هو سي ان بي عندي ان كلاس فيها 20000 ندور نوخر منهم كم نوخر منهم 3 زيليف نقول ذاك هو سي 20 3 ونكالكيلي نطبق لا ريغل نقول ان فاكتوريال اللي هي 20 فاكتوريال سير بي فاكتوريال اللي هي 3 فاكتوريال 20 موين بي فوا 17 فاكتوريال دونك هادو لي 3 سيتياسيون نوطوهم ونوطو الفرق بيناتهم اول شيء عندي دو سيتياسيون هو لو نومبر دو تيراج سكسيسيف عنده حالتين سكسيسيف معناها عن الاوردر مهم عندي معناها عن العناصر بينهم فرق منين نقول لكم هذا ان بريزيدان هذا ان سكرتير هذا ان فيس بريزيدان هذا بوست بينهم فرق هذا نقولوا سكسيسيف اللي يقعد افيك ريميز معناها التكرار الصح نقولوا عنه لو نومبر دو تيراج سكسيسيف افيك ريميز هو ان على بوسانس بي إذا نقولوا صح أن تراش سكسيسيف صار رميز العناصر بينها فرق ولا فيها حد اللي يتكرر هي ANP شنو هي N فاكتوريال سير N موين P فاكتوريال فهم حالة خاصة من هذا من يقعد N يقال P يقال N بيرميتاسيون الحالة الثالثة لوردر مو مهم العناصر قابض ما بينها أي فرق عندي قسم يمخض من ثلاثاية ما فيهم حد محدد وظيفته شنو هي ديك الساعة نتكلم عن تراش سيمتاني ويكالكيلي بهاي لا فورميل هي سي ان بي ايجال ان فاكتوريال بي فاكتوريال ان موين بي فاكتوريال وضطوا دائما عن ان فاكتوريال تنقال ان ملتبلي ان موين زارينها كيف حد قال كالكلي 6 فاكتوريال يدقوا عنها 6 فوا 6 فوا 5 فوا 4 فوا 3 فوا 2 فوا 8 فاكتوريال تمو تضربوا تضربوا نيو تلحقوا عنها دونك هذا هما قد لي سيتياسيون خالقين في نمبر 1 دارك لين نقولوا كتاب دي بي ان 6 ام سي اي دي نقولوا في 4 اكزامبل ولا 5 اكزامبل هما قد اللي جايين فيه اللي دنا مرة ما هم نناقشهم بالعجلة ندسكتوهم ونقول لي رزيت على يجب الشغل اكزرسيس نيميرو 1 قالكم انا اون كونسيدر ان ريزو تيليفونيك دون لي نيميرو دي تيليفون اون وي شيفر كيل اي لا كاباسيتي تيوريك دي ريزو هو يبقى عدد الارقام من ارقام تليفون اللي تعرض ارقام كونتور تليفونات كل رقم تعرض حد كل حد رقمه تليفون فيه ثمن ارقام منين يقول لي انه يبغي يعرف كم الرقم اللي قد يخلق ابسط مثال قلنا واحد من الشركة عندكم عنده ثمن ارقام متحكم فيهم كل حد رقم 36 34 32 فان باغ اكزامبل هذا النيميرو نعرفوا عنه النيميرو فيه وي شيفر دونك لي وي شيفر مقبولين من 0 ل 9
معناها اللي نتكلموا عن ان ايكال 10 بين هما لي شيف متكونين لان زيرو اللي نفلو ديزيرما. هو قال لكم عن دور كم رقم تليفوني الصح مكون من ثلاث ارقام معناها عن بي يساوي ويت. من درا كان نقول رقم تليفون من درا كان الترتيب مهم فيه اللي نقول وي بين لحد نمره 36 35 ممكن حتى 35 36 معناها عن يتكلم عن سكسيسيف. اللي نتكلم عن سكسيسيف عندي لا حالتين افيك لينيز ولا صادميز. من درا كان ارقام تليفوني قد حد رقم يعود فيه رقمين يشابه كيف يعود فيه 36 وتجي تروان مره اخرى اللي نقول وي معناها عن يتكلم عن سكسيسيف افيك لينيز. اللي نقول نومبر دو تليفون بوسيبل هو ان على بوسانس بي ان شهية هي 10 وبي شهية هي 8. هذا هو قد الارقام التليفون اللي تصح مكونه من وي شيفر. بالعجل نقيسوا اكزرسيس نيميرو دير عندي ان انسامبلي دو 30 بيرسون دو تيلير ان بيرو كومبوزي دو 4 مامبر ان بريزيدان ان فيس بريزيدان ان سكرتير ان تريزوري. عندكم 30 شخص اللي يتعدلوا انتخابات وتختاروا منهم رئيس وتختاروا نائب رئيس وتختاروا سكرتير وتختاروا مسؤول مالي ان بريزيدان فيس بريزيدان تريزوري وان سكرتير. اللي تلاحظوا عند اختياراتهم بينهم فرق معناه عن الاوردر مهم معناه سكسيسيف سكسيسيف. من درا كانوا افيك ريميز ولا سان ريميز اللي نقول عنه سان ريميز بلي كي اخترت بريزيدان انا ندور معاك ما نقدر نقول مولي عنه فيس بريزيدان ولا نقدر نقول عنه تريزوري ولا نقدر نقول عنه السكرتير. معناه الاوردر عاد مهم. علاش بيلي اللي ياك بعض الانتخابات وجا محمد هو البريزيدان وجا علي هو الفيس بريزيدان ممكن يبدا انتخابات اخرى وجا محمد هو نائب الرئيس وجا علي هو الرئيس. معناها عن هنا ترتيب مهم عندي نتكلم عن سكسيسيف. من درا كان التكرار الصح من درا كان ذاك اللي اخترت رئيس يقد يقعد يقول تريزوري نو نعلو لما الاخر ان انسامبل دو 30 بيرسون دو تيلير ان بيرو كومبوزي دو 4 مامبر ان بريزيدان ان فيس بريزيدان ان سكرتير ان تريزوري. 30 شخص عدلتو لهم انتخابات بغيت تختاروا منهم رئيس ونائب رئيس وسكرتير وتريزوري اللي هو مسؤول عن الماليه. من درا كم من مكتب تتوخو من هذا ليه نقولوا عن هذا هو سكسيسيف سان ريميز. ياك نختار الاول يعود هو بريزيدان ديك 30 كامله محتمله على كل يختار عندي 30 احتمال. ذاك اللي اخترت بريزيدان مجموع تكسط بواحد عاد 3 فيس بريزيدان لا واحد ليك 29 نقول فوا 29 بشار عني لاكاجين من 30 بشار عني بريزيدان معناتها قد يعود بالمرتبه الثانيه وفيس بريزيدان عرفت مشار عني بقى القسم ولا المجموعه بيكم قالت فيه 28 هي اللي يختارونها السكرتير. نقول فوا 28 بتريزوري فوا 27 هذا هو اللي قال لي ا 30 بالحقيقه ا 34 هو قال عنه كومبوزي دو 30 بيرسون هو يدور ان بيرو كومبوزي دو 4 بيرسون. اللي نطبقوا لا ريغل هون ا ان ا ان بي هي ا 30 اللي نقولوا ان فاكتوريال اللي هي 30 فاكتوريال سي ان موي بي فاكتوريال 30 موي 4 اللي هي 26 30 فاكتور تنقال ايش؟ تنقال 30 فوا 29 فوا 28 فوا 27 فوا 26 فوا 25 فوا 24 تنقال 26 فاكتور وتحت في 26 فاكتور تمشي هذه مع هذه تجيكم 30 فوا 29 فوا 28 فوا 27 تبيان. ترازيم اكزامبل قال لكم انه عنده دي سيت ليست برين لو ديبار دين كوس تو زاريفي تو لا تو زاريف نيا با ديكزيكو كومبيان ياتي دي كلاسمان بوسيبل وعندكم متسابقين وقال لكم عنهم 10 رايه وعنهم وصف كامل. شنو الترتيب اللي صح؟ شنو الترتيب اللي صح؟ مين يقول لي شنو الترتيب اللي صح؟ انا منهم جا رقم واحد منهم جا رقم اثنين منهم جا رقم ثلاثه ومنهم جا رقم اربعه ومن درا منهم جا رقم خمسه في السباق هما 10 يسابقوا. مين يقول عن الترتيب عاد مهم معناه اني سكسيسي من درا كان افيك ريميز ولا سان ريميز. مين يقول عن سان ريميز يقول يا با ديك زيكو اللي جاني نيميرو 1 ما يقدر يجي نيميرو 2 ولا يقدر يتكرروا اثنين في نفس الرقم قال لكم عنه. معناها عندكم انتم تتكلموا عن السكسيسيف بين الترتيب مهم عندكم هو السباق اللي جا رقم واحد ممكن اللي جا رقم اثنين معناها عن الترتيب مهم عندي السكسيسيف. من درا كان هو والله هو انا هو واحد من هذا الاثنين اثنين من درا كانوا افيك ريميز ولا سان ريميز اللي جا نيميرو 1 ما يقدر يجي مازال نيميرو 2 معناها عن سان ريميز. انا عندي دي بيرسون ان ايكال 10 نبقى نرتب منهم 10 ويبقى ترتيبهم كامل بي ايكال 10 بمعنى يعود ان ايكال بي هو اللي قال بيرميتاسيون نطبقوا نفس العلاقة نقولوا A N P اللي هي A N N اللي هي A 10 10 اللي هي 10 فاكتوريال تصير 10 موين 10
فاكتوري اللي هي ديس فاكتوري تصير زيرو فاكتوري، وزيرو فاكتوري قلنا على ايش تساوي؟ تساوي ها معناها يطلع ايش؟ ديس فاكتوري. ديس فاكتوري تنقال ديس فا نف فا ويت فا ست نيم فا، وهذا منطقي. انتم عندكم 10 يساوي الاول ج نيميرو ان، معناكم الاول سالب ج نيميرو ان كنتم معتبرين على 10 كلهم اللي ج نيميرو ان. لين ج عرفتوا نيميرو ان من هو؟ عاد قابلكم قبل نيميرو د، نيميرو د ما تقعد عندك نيميرو ان، معنا بقالوا اتسع رواقش كلهم قد جي نيميرو 2، يعني نقولوا شو نف نيميرو 3 من قد جي فيه، جي فيه 8 انتو ماشنين تالي ما نعرفنا تسعة لوين تالي يعود لا رقم واحد. دونك هذا ديس فانيخ او نيميرو ديس فاكتوريال. اكزامبل نيميرو 4 ان كلاس كومبورت 20000 دوز في او يغرسون. هذا الاكزامبل اللي نعدوا علاش؟ نعدوا على اللي قالوا كومبينازون. الحالة الثالثة كومبينازون يعني عندي سيتياسيون دور ما ممكن عندي ديال يقول لكم قسم دور من فيتو باكيش، ولا قلت لكم شنو وظائف فاهمين؟ هنا تيان باكيش اللي قابل قابل هنا مع قادر في الاول المهم الثاني والثالث، هذا قال لكم كومبينيزون، قال لكم عندكم ان كلاس في 12 في وفي وي في 12 في في وي غارسون، قال لكم انه هو دوركم تاخذوا الجروب من جروب لو بروفيسور دو فرانسي ديسيد دي ديزيني ان جروب de travail de 3 élèves chargés de préparer un exposé ou les واخا ولا هذا من القسم يعدلوا البحث في اللغه الفرنسيه، يعدلوا ان اكسبوزي بالفرنسيه ما قادين اللي كان فيهم واحد منهم الاول كان فرنسي ولا الثاني ولا الثالث ولا لي بعض هذا برهزا يقول لهم ها انتم عدلوا ان اكسبوزي كم من جروب يقدر يفهم كم من جروب يقدر يفهم اي نقول عنه ما قادين شي كانوا غارسون ولا في مجموعهم فان سي كلير معناها عندي انا عندي فان ندور واخا من التوا نطبق لا ريل سي ان بي، سي ان بي نطبق لهذا ان فاكتوريال اللي هي 20 فاكتوريال في فاكتوريال 3 فاكتوريال ان موي بي 20 موي 3 فوا 17 فاكتوريال 20 فاكتوريال تنقال ايش؟ تنقال 20 فوا 19 فوا 18 فوا 17 فاكتوريال وهي 3 فاكتوريال تنقال 6 3 فوا 2 فوا 1 فوا 17 فاكتوريال 17 فاكتوريال تمشي مع 17 فاكتوريال و 18 ديفيزي على 6 هي 3 و 3 فوا 20 هي 60 و 60 فوا 19 هي 60 فوا 60 60 فوا 20 1200 1200 قاعد 160 هي 1140 انا عنده 1140 جروب فيديو فورمي من هذا القسم اللي فيه 20 نقاش قد يوخر منه 1140 جروب مكون من 3 نقاش لارك قالكم كوم يا تيب دي جروب كونستيدي دو تروا في لارك ما تيدو لي غارسون لي غارسون سي نعم اعتبر عن قسم جي دي دوز في كم من قد واخا من جروب في تروا في قال تو دوز في دور تو اخ تروا في ما قلتو نيميرو 1 لا نيميرو 2 ما فرقت بينهم الا تروا في سوعين شنو معنى انا نتكلم هنا تي عناش عن السيم الثاني تكرار ما يصح طبعا يا قال ترتيب موضوع عندي انا لقيت واخا تروا في ما قادي كان بسبكتو في والله في والله في حد البالي واخا تروا في مره واخا فاطمه وعيشة ومريم سيا عند جماعة يعني مخا مريم وعيشة وفاطمة ولا توا في يوتيوب ما قد شيء كان مقبول بار أرض الله مخا معناه هي نقول هون هي نقول سين في هون دوز في وأنا قاعد مثل ذلك اللي يصير دوز توا يكمل ينطبق القاعدة تقول إن فاكتوري دوز فاكتوري سين في فاكتوري توا فاكتوري دوز مي توا اللي يلف فاكتوري نمشي نكالكلي هذا قال لكم كومبيا ياتي دي جروب كونستيتي دي دو في دان غارسون لا قصة عاد دور جروب متخلط في دي في معاهم ان سيل غارسون سمعوا معايا ني نقول ان جروب في 12 في دي في مو دي في مقبولين من مقبولين ل 12 في بقى احنا ندور جروب في 3 دي في وان غارسون جروب في 3 في دي في وان غارسون دي في مقبولين من 12 يعني نقول سي 12 دي ايوا انا مازالي ان غارسون ان غارسون مقبول من كم مقبول من ويت يا غير تخمم معايا هذا الرقم اللي فوق كل دي في قلت لكم ان غارسون معناها ان غارسون مناش ويت قلت لكم غارسون نيميرو 1 نيميرو 2 نيميرو 3 نيميرو 4 نيميرو كل رقم من هذا فاويت في الحقيقه فاويت شنو هي؟ هي سي هو ان غارسون مقبول من ويت سي ويت ان بار ديفينيسيون هي ويت نتكلم هذا منطقي هذا الرقم كله عنده اثنين اولاد كل ولد واحد من يقبل معاه هذا جاي علاش جاي مستاذي اكيفالانس دو دو نومبر مع اي لا تسمعوا اي ارفع عنه ملتبليه عندي
ندور دو في اي ان غارسون نقول سي 12 لي في 12 دو سي 8 1 عندي ان كلاس في 30 في ندور لهم 5 في نقول سي 35 ندور لهم دو غارسون في 20 غارسون نقول فوا سي 20 سي 22 اللي نسمع او معناها عندها بليس داكور ندور ان جروب دو 5 في او ان جروب دو دو غارسون اللي نقول سي 30 بليس وهذه لي 3 سيتياسيون هما المطلوب منكم تكونوا تعرفوا تعودوا تفاصلوا انت تستخدموا ان على بوسانس بي نير التيراج سكسيسيف افيك ريميز انت سكسيسيف سان ريميز نير الترتيب مهم والتكرار ما يصح انت سيميلتاني التكرار ما يصح والترتيب ما هو وفق الله واياكم ما يحب ويرضى